فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. باب في السبق على الرجل. هو المصنف بسند عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته قال فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سبقته فسبقني، فقال هذه بتلك هذه. وهذا حسن العشرة، يعني شوف هذه من باب حسن العشرة، ومن باب عاشرهن بالمعروف، ومن باب اللطف والمؤانسة والمحبة، و أيضا التقرب إلى الزوجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل. الرجل يأنف أن يفعل ذلك مع زوجه في هذه المسألة، مع أن الرجل لو كان ذكيا يعني نقيا لابد أن يلاطف الزوجة، والزوجة إن كانت يعني راقية الفهم دقيقة المعنى أنها تعامله على أنه طفل، وهو ونعم الطفل المدلل عند المرأة التي تستطيع أن تدلل طفلها فتفوز به وتفوز بقلبه وتفوز بمؤانسته وتفوز بكلياته عندما تحنو عليه كأم وتلاطفه كأخت أو قل كرفيق، وأيضا تسعده كزوجة. فأغلب أحوالي أنه طفل وطفل بريء أيضا، لا تجعله متوحشا، هي التي تجعله متوحشا. فواجب عليها أن تصطنع الطريقة الصحيحة التي تروده بها. والمرأة يعني هي أفقه من يروض من أمامها إن كانت ذكية لبيبة. فشوف عائشة رضي الله عنها تقول في السفرة لما خرج سهمها مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول سابقت، المفعلة بين اثنين، المفعلة بين اثنين رضي الله عنك أبا عائشة، المفعلة بين اثنين، إبراهيم رضي الله عنك غفر الله لك وهداك وسدد قلبك ونفع بك، المفاعلة بين اثنين. فيتقول سابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فكان بينه وبينك بعدما قال للجيش للسرية تقدموا، فلما تقدموا فقال تتسابقين؟ قالت نعم، وهي كانت صغيرة السن لم تحمل اللحم فسبقته على رجلها، وفيها جواز المسابقة بل وجواز وضع السبق كما قلنا المكافأة، وضع السبق للمتسابقين هنا يسمونهم العدائين، صح كده؟ نعم، وضع السبق لذلك يجوز في هذا الباب. فسبقته ثم ذلك لما حملت اللحم قال للسرية تقدموا، ثم قال تتسابقين؟ قالت نعم، فسبقها فقال هذه بتلك، هذه مؤانسة وملاطفة وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الباب الثاني باب من أهم المكان، هو باب المحلل. ما معنى المحلل؟ ليس المحلل محلل النكاح هنا، هو محلل السبق، وهو الثالث في الرهان بين اثنين، وإنما قيل له المحلل لأن الرهان بين اثنين كان حراما لأنه قمار، يعني زيد وضع مالا وعمر وضع مالا قال الذي يسبق يربح المالين، هذا قمار، هذه مقامرة، والمقامرة هي تردد المرء بين الغنم والغرم. فإذا دخل هذا الثالث جاز الرهان فحلل ما كان حراما قبله، يعني لما دخل وكانوا لا يضمنون أن يسبقوه وكان هو في غالب الظن أنه الذي يسبق يبقى حلل المال بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال من أدخل فرسا بين فرسين، أي في السباق والرهان، نعم، وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، يبقى هنا المسألة أنه له جواد وأنه جاد جدا في السباق وأنه قوي ويحتمل أن يسبقهما، هنا يكون محللا صحيحا ويحلل المال فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو يعني غالبة الظن أنه يسبق فهذا قمار، لأنه تحصيل حاصل لن يحلل المال بذلك. قال ولا يؤمن أي الفرس غير مأمون من أن يسبق، أي من كوني سابقا ومسبوقا بل يحتمل سابقيته، قلنا فليس بقمار. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وفيها ما فيها من الباب.
على أنه يعني صورة المسألة قبل دقائق الفقه في هذا الباب، صورة المسألة زيد وعمر يعني لهما قوة في السباق، وضع زيد مالا 1000 وضع عمر 1000، وقالوا المتساءل الذي يسبق يأخذ 2000 هذا قمار، لأنه دار بين الغنم وبين الغرم، فهذا سيغنم أو يغرم، فهذه مقامرة، ولإلغاء المقامرة ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى بكفة، ليس بالكفتين، بكفة أجنبية تأتي ويغلب على الظن أنه يمكن أن تأخذ المال، لا يدفع شيئا، هو يسابق ولا يخسر شيئا، لكنه قد يربح، لكنه قد يربح بأن يدخل بين الفرسين وهو كفرس جاد جدا وله جواد سريع جدا، فهو منتظر أن يسبق الاثنين، فهذا ليس بخمار، وله حالات أنه يتسابق معهم فيسبق فيأخذ المال، أو قل أنه يسبق فينظر في السابق الذي سبق أولا والثاني سبق ثانيا فيأخذ ماله فيقيه، والثاني يأخذ المال مصليا اللي هو يكون الثاني، فيكون فيها التفريق في مسألة المال. المهم أن الذي دخل وجعل الأمر محتملا، فلما جعله محتملا وما جعل فيه الغنم والغرم قد يسلم ماله، وقد يأخذ مالا، وقد لا يأخذ مالا، قد يخسر مالا، يعني هذا جعل الأمر فيه إلغاء مسألة المقامرة الظاهرة بين اثنين. الإمام الطحاوي قال يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، وإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أنه أراد بذلك البطيء من الخيل الذي لا يؤمن منه أن يسبق. قال وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين، لا لأنه واحد ولا الذي وضع المال، قال من سبق فليأخذ هذا المال، لأنه قد يسبق فلا يخسر، وقد لا يسبق فيدفع المال دون الغنم ودون الغرم، يعني هنا لم يدخل في الخيارين بين غنم وغرم، يعني لو تسابق زيد وعمر، وعمر الذي وضع المال أو زيد الذي وضع المال، قال من سبق أخذه، هو لو سبق ماذا يحدث؟ يغنم، ما يغنم شيئا لكن يسلم ماله، وإن سبق خسر ماله، هنا ما دخلش في معادلة الغنم والغرم فتكون حلالا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن يعني إيش؟ يعني وضع مالا لمن يسبق، والقمار هو أن يقول إن سبقتك فزت بكذا وإن سبقتني فزت بكذا، دخل المسألة في المعادلة التي بينها الغنم والغرم، فهذا لا يجوز، ولأنه مقامرة، كانهم قالوا المقامرة أخذت من القمر يزداد تارة وينقص تارة، أما إذا انفرد بعضهم ووضع المال فهذه ليست مفاعلة، ليست مقامرة بين اثنين، وأن صاحبها لا يدخل في المعادلة في الغنم والغرم. يقول وشرط الجعل من الجانبين يعني أدخل زيدا وعمرا مالا، وأدخل ثالثا محللا جاز إذا كان فرس المحلل كفءا لفرسيهما، يعني يكون سريعا جادا، يجوز أن يسبق أو يسبق، إن كان يسبق أو يسبق لا محالة، فلا يجوز لحديث أبي داود. لماذا؟ لأنه دخل في المقامرة، هو عندما يقطع احتمالية المقامرة نقول حلل المال لمن يفوز، وصورة إدخال المحلل أن يقول للثالث إن سبقتنا فالمالان لك، أنت سبقت أتأخذ كل المال، إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، لا تغرم شيئا، يبقى لا لم يدخل في معادلة الغن والغرم. ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله، فإن غلبهما أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه، يعني يأخذ المال، يعني زيد أعطاه 100 وعمر أعطى 100، فهنا إذا سبقوه فالسابق يأخذ 100 الأولى والمئة الثانية التي هي له تسلم بذلك، وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير بأسرها قطعا، واحتمال أن يأخذ أو لا يأخذ وهو لا يغرم شيئا بحال من الأحوال، فخرج ذلك من القمار، يعني ألغى معادلة المقامرة. ثم قال المصنف وحدثنا عن سعيد بن بشر عن الزهري بإسناد عباد ومعنى حديث الظاهر أن غرض المصنف هذا بيان اختلاف الواقع في رواية الزهري بين أصحابه، كما دل على النسخة التي على الحاشية، ففيها قال أبو داود راه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا صح
وقد روي في أول الباب فيما تقدم سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول بإسناد سفيان بن حسين ومعناه، ليكون إشارة لاختلاف الواقع بين تلامذة الزهري، يعني الاختلاف الذي وقع على الزهري من التلامذة بين سفيان بن حسين وبين غيره. فإن تلامذة سفيان بن حسين لم يختلف الإسناد، فإن حسين بن نمير وعباد بن عوام عن سفيان بن حسين عند أبي داود ومروان بن معاوية الفزاري ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عند الطحاوي، كلهم قالوا عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فلا خلاف في ذلك. الاختلاف كان على الزهري من بعض تلاميذ الإمام الزهري. والحديث في كلية حاله حديث، يعني وإن كان فيه ضعف لكنه حديث المتن فيه صحيح، إن كان فيه بعض ضعف فالمتن فيه صحيح في مسألة المحلل لإلغاء ظاهرة المقامرة أو صورة المقامرة، أن يدخل المرء في مراهنة الغن والغرب، فإن ألغى ذلك انتهى الموضوع. الفوائد المستنبطة: الأحكام تنتفي بانتفاء العلة، الأحكام تنتفي بانتفاء العلة، لا سيما كانت العلة ممكنة. من عظيم مكانة هذه الشريعة الغراء، كان الله في عونك أبا عمر رضي الله عنك ويسر عليك أمرك، نسأل الله أن تكون بارا بوالدك وفتح الله عليك وأكرمك. من عظيم فضل هذه الشريعة الغراء الحيل الشرعية، عند أنها توجد المخارج الشرعية من الحرام إلى أن تصل به إلى الحلال. حسن الخلق مع الزوجة من أفضل الطاعات، حسن الخلق مع الزوجة من أفضل الطاعات. لو في أسئلة تفضلوا، معكم دقيقة تاني لوضع الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.